فضيحة كبرى تخص رئيس جمهورية عربية. الناس قالت لي انه هيدي اول تجربة تمثيلية لك وحرقتي حالك وانت شو عملتي وكيف بتفوتي بهيك مسلسل وهل قالوا لك. دوري عرفت انه سياسي وعرفت انه المسلسل التام تبعه سياسي وما اعترضت لانه انا بدي اشتغل. اللي ما عجبوا ابتسم أيها الجنرال لأسباب سياسية المفروض كمان ما يعجبوا مسلسلات تانية لأسباب سياسية. في مسلسلات تانية بإنتاج تاني وبجهة تاني طلعت الرجل اللبناني بتاجر بالمخدرات بطل، وطلعت البنت اللي بتشتغل بالدعارة بطلة، وطلعت انه الناس اللي بيشتغلوا بالممنوعات وبتاجروا بيسافروا بيجوا وبتتواطئ معهم الدولة اللبنانية أبطال. لا لو لقيت في مشاهد فيها إغراء وإغواء لأنه صارت معي قبل وما مثلت، أو مشاهد فيها ابتزال للمرأة اللبنانية مثل ما بيطلعوها غير شركات بيزقفوا للعالم للمرأة اللبنانية المبتزلة اللي بيطلعوا لنا إياها بطريقة كتير مشوهة، والناس كلها بالعالم العربي صارت تاخذ فكرة عن البنت اللبنانية إنها هي بس شكل وبس ودلع وغنج وفرفشة وما في عندها أبدا ثقافة، كنت ما قبلت الدور. هذا اللي بيهمني أنا كراسيا. لما قريت الدور قريت انه دور هو حلو، عنده رسالة، رسالة حرية الرأي والتعبير الإعلامي، وحسيت انه التين تبع المسلسل قوي وبيكفي انه الكاتب هو كاتب معروف جدا تحت تاني انا ابدأ صح، ما ابدأ مع كاتب مش معروف، وبيكفي انه انا كنت راضية عن اللي عملته وما عندي اعتراض ابدا. ما راح اطلع اقول مثل زملائي اللبنانيين طلعوا قالوا انا بتبرأ من هالمسلسل، لا انا ما بتبرأ من هذا المسلسل لانه الساحه الفنيه بتساع كل القضايا. البطن اللي جمعكم لما كنتوا فيه ما يفرقكم لما طلعتوا منه. نتجوز عن قريب مثل ما قالت قيادتي. حبك برص يخرب بيتكم سواحل وكذابين. موش ولاد الكلب فضحوني. اهدي يا موش بيتي فبركي تافهة. مبيعة التي استخدمت طعما للإيقاع بجنودنا وهي برفقة الضابط جاسم ناصر في مواضع مختلفة. ما بعرف ما كانوا بالسيارة. شو ما كانوا يعني نحن حاطينهم بالسيارة؟ شباب سجلوا المضبوطات على المخفر. شو مشتاق لكم يا ستات ويا صبايا. بالعكس مبسوطة أني كنت جزء من مسلسل عم بيعطي رسالة حلوة للشعب السوري الحر اللي أنا بعتبر أني أنا منه كمان، لأنه الشعب السوري هو كمان شعب لبناني هو شعب عربي، فمني زعلانة أبداً أني مثل بهذا المسلسل.